وأعيش في مدينة الأشجار في آن أربور. أعيش في ما يشبه الغابة، ولكن لأنها تخلو من لغة الضاد هي تبدو دائما عقيمة. ولكن هذا المجمع الرائع رد لي نفسي ورد في نفسي روحها العربية. فشكرا يا سعادة السفير ويا أخي بسام شرف الدين. أود لو أمدحكم، لو امتدحتكم بقصيدة، ولكن لست بشاعر. وكيف أشكر الدكتور نسيب عريضة الذي كان سبب في لقائنا. يعذبني صبرك وطيبة طبعك يا أخي نسيب، نالنا من الأرعنونة ألوان الحناء. فكن ملاذ. أيها السيدات والسادة، كنت معكم فقط مرتين، فإذا صوت العود ونقاوة الشعر تملأ روحي وتشفي غليلي. شكرا ألف الشكر. واعذروا ثقل لساني، فهذه أول مرة أتكلم بهذا الشكل المطول باللغة العربية من 30 عاما. ولكن لا غنى للساني، لا غنى لي عن لساني ما دام ينطق بالضاد. ها قد مر ما يزيد على 30 عاما، 130 عاما منذ هجرة الناطقون بالضاد إلى هذه البلاد بأعداد ملحوظة. اشتد وتيرة هذه الهجرة مع انتشار أخبار فرص العيش في بلاد العم سام، وازدادت مع بوادي انهيار الدولة العثمانية. ابتدأت هذه الهجرة بعد أن زار بعض السوريين من ضواحي القدس ورام الله وبيروت وأماكن أخرى المعرض العالمي في فيلادلفيا عام 1876. رجع هؤلاء إلى بلادهم السورية ونشروا أخبار عظمة هذه البلاد الصناعية والتجارية، وهكذا بدأت الهجرة تتزايد منذ ذلك الحين حتى بداية الحرب العالمية الأولى. هذه كانت الفئة الأولى من الهجرة. وفي حين جاء ما يقارب من 13 مليون بين يهود بولنديين ويهود روس وبولنديين كاثوليك وإيطاليين، قدم ما بين 70,000 إلى 300,000 سوري، لا نعرف العدد بالتحديد، حيث أنهم قدموا من شتى الموانئ، وكان لقبهم أتراك في آسيا بشكل عام، إلى أن تغيرت هويتهم إلى سوريين في مطلع عام 1899. بين عام 1917 و1923 ازدادت ريبة الأمريكان، ومعظمهم آنذاك كانوا من شمال غرب أوروبا. ازدادت ريبتهم وكراهيتهم للجدد، للمهاجرين الجدد بشكل عام، واستمكنت العنصرية في قلوبهم إلى أن تم إيقاف الهجرة. وكأن لقب عربي أمريكي لغز ثابت لا يحتاج إلى تفكيك وتحليل. نشأت ما نسميه بالدراسات العربية الأمريكية مع وصول الفئة الثانية من المهاجرين بعد أن أنهى الأمريكان الحد من الهجرة، وكان هذا الحد من الهجرة على أسس عنصرية وجائرة. انتهى هذا عام 1965، وبعد عامين من تلك السنة اجتاح الصهاينة ما تبقى من فلسطين، وأخذوا جزء أجزاء من سوريا ودولة سوريا ولبنان ومصر كما تعرفون. فانبرى كادرا من المثقفين وأصدقائهم للدفاع عن وجهة نظر العرب، هكذا تم شمل الفلسطيني واللبناني والمصري وعلى ذلك، وتكلموا بصوت واحد. وبالتالي أصبحت نكسة فلسطين عام 1967 تبدو لهؤلاء كأنها بمثابة ولادة للهوية العربية الأمريكية. وهكذا ما كتب على حائط هذا المتحف هناك بالذات، بما معناه أنه قبل عام 1967 لم تكن هناك أي مؤسسات رسمية سياسية، إلى أن تألفت The Association of Arab American University Graduates، مؤسسة خريجي الجامعات العرب. لا شك أن خطب فلسطين أمر جلل له أثر عميق في قلب كل عربي، ولكنه لم يكن بداية قصة أهل الضاد في هذه البلاد كعرب يحنون إلى بلادهم، أو حتى كعرب أمريكا. هذه القصة بدأت بستون عاما قبل ضياع فلسطين وبدء مع
ما نسميه بالدراسات العربية الأمريكية بمفهومها الحالي، أو ما أسميه بالطفل الكحلة، حيث هذه الدراسات عمرها الآن ما يقارب 50 عام، ولكنها أصبحت شبه عقيمة، لم تنمو لأسباب كثيرة ممكن نخوض بها لاحقاً إذا أسعفنا الوقت. أهم هذه الأسباب هو عدم وجود أي ترجمات لهؤلاء الكتاب الذين نحن هنا بصدد الحديث عنهم. أريد أن أركز ملاحظاتي على الهوية العربية وبالتحديد العروبة السورية كأساس لا يمكن تجاهله، إذ أن العروبة هي أسس ظهور هذه الهوية، وهذا أمر متناسى شبه كليا. لم نكتب الكثير عن من هم العرب كجزء من دراسات العربية الأمريكية، فأصبح الوضع عشوائي. بناء على هذا الهدف سيمهلني الوقت أن أعطي نبذة موجزة ربما عن كتبة وشعراء المهجر وكيف تذكروا بلادهم. أهمية هذا الموضوع تكمن في ومن شمالها إلى جنوبها. لا أدري ولا يهمني أن أدري، هذه الحرب قد ملأت الأرض أنبياء ومفسري أحلام، لكن نبي استقلال بني إسرائيل وعادتهم إلى الأرض أجدادهم قد وجد لنفسه في الحال ألوفاً بل ملايين من التباع بين العبرانيين وغيرهم، لأن نبواتهم تحرك في بعضهم شعوراً دينياً وتأتي الآخر بمنافع سياسية واقتصادية. فإذن هم ربطوا الحركة الصهيونية بالاستعمار منذ البداية. ريحاني أيضاً كتب الكثير عن هذه الأمور، لهذا قام الأتراك بشمط العدد الوافر من المهاجرين الذين كانوا في زيارة دويم آنذاك، الذين تجرأوا على انتقاد الأتراك في مجلات التي كانت تصدر من أمريكا، وبينهم هذا الشخص الذي نسيت اسمه سابقاً، اسمه أنطون زريق من عائلة زريق، والذي كان يصدر جريدة جراب الكردي. وقام أمين الريحاني بحملة واسعة لتعبئة المهاجرين للانضمام إلى الجيش العم سام لمحاربة الأتراك في الحرب العالمية الأولى. وقال في رسالة خطها عام 1917 إلى صديقه عبد المسيح حداد، قال: وخلاصة القول أن خلاص سوريا لا يكون إلا على يد جيش سوري أمريكي يحارب من أجلها في أرضها. قلمي ولساني وقلبي ومالي وجناني رهن وطني، وباسم هذا الوطن المستعبد اليوم المحرر غدا أحييكم أيها الرفاق. وهذا طبعا لا يعني أن هؤلاء الوطنيين انحازوا إلى الغرب، إذ لم تكن لأمريكا أطماع سياسية في الشرق الأوسط بعد، إذ أن مجلاتهم وجرائدهم تفيض وطنية عربية محضة في إطار استراتيجية، وهذا الأمر ما يفوت العديد من المؤرخين. كانت استراتيجيتهم تسعى لتجنب الاستعمار بالإبقاء على الدولة العثمانية كشرمطة يحتمون خلالها من الاستعمار بالاسم، لهذا كانوا يسعون إلى الحكم الذاتي ومن ثم الاستقلال التام. وجدير بالذكر أيضا، وجدت بعض الوثائق أن المهاجرين كانوا يكنون احتراما شديدا لمحمود شوكت باشا الذي كان عراقي الأصل وقتل عام 1913، ويبدو أن سبب قتله من قبل الأتراك آنذاك أنه اجتمع مع عبد الحميد الزهراوي الذي كان رئيس المجمع العربي الأول في باريس عام 1913، لهذا كانوا يكنون الولاء والمحبة لكل عربي أينما كان. وكان للريحاني أثر كبير لا يدركه معظم تلاميذ تاريخ العرب في أمريكا، إذا القليل منهم يتكلمون لغة الضاد وأنا لا أكاد، فهو من أنهى أو كاد فصلا وصلت فيه الصحافة العربية في أمريكا قدرا من التدني والبداعة. هذا كان عام 1906
في ذلك الوقت. كانت الأسباب سياسية محض، ولكن طغى عليها مظهر الطائفية والعدائية بين الأرثوذكسيين والموارن المسيحيين. ودراستي تشير بوضوح أن سبب الخلاف وتبادل المسبات والإهانات على صحف الجرائد هو أن نعوم كرزل صاحب جريدة الهدى كان بالفعل عميلاً للفرنسيين، وكان يعيث فساداً ويتلقى المال الوفير منهم، فقد كان ثرياً، غير أن مصدر ثرائه لا يزال يحيطه الغموض. وهذه ليست إشاعة، وحصلنا على الوثائق في فرنسا تثبت حتى المبالغ التي كان يتقدها من الفرنسيين. وخاطب ريحاني إخوانه في المهجر في خطاب عنوانه إلى اللبنانيين في المهجر، هنا أيناديكم الوطن وأنتم عنه معرضون، أتكفرون به وأنتم بالله مؤمنون، وإلى ما ذلك. وريحاني لم يكتفي بأن يكون أول من خاض ثمار الشعر الحديث وترجم رباعيات أبي العلاء المعري، ونشر ريحانياته في أكثر مجلات الشرق انتشاراً كالهلال والمقتبس والمقتطف، بل خط أول رواية عربية أمريكية هي كتاب خالد، The Book of خالد، باللغة الإنجليزية، وفيها الكثير عن تاريخ تلك الفترة. نشر الريحاني عشرات المقالات والروايات، وكان دوماً حرصاً على تذكير أبناء قومه بأوطانهم وزرع بذور الإصلاح في نفوسهم تحت عناوين مثل إلى اللبنانيين في المهجر، الثورة الحقيقية، التطور والاستقلال، الحكمة قبل الحماسة، بلادي وهي معربة، الحق والقوة، بالإضافة إلى روائع مثل زنبقة الغور لليزا فاليز التي ترجمت، والمعري في نيويورك، وكتب أخرى. ومن كتاب الرابطة القلمية التي تأسست في بادي الأمر عام 1916، وطني لا يكل هو نسيب عريضة الذي خاض في عالم التجارة، ولكنه لم يرتح للجري المستمر وراء الدولار، وكان يشعر بالألم لما ألم بالسوريين بعدم المبالاة بحقوقهم وحريتهم. وحيث نسيب عريضة وحتى نسيب عريضة قمه على النهوض من سباتهم بحدة، فقال في أحد من أشعاره: لا وربي ما لشعب دون قلب غير موت من هبة، فدع التاريخ يطوي سفر ضعف ويصفي كتبه، رب ثار رب عار رب نار حركت قلب الجبان، كل ذي فينا ولكن لم تحرك ساكنا إلا لسان. وافت نسيب عريض المنية بعد أن أكمل جمع ديوان الأرواح الحائرة، ولم يرى ثمار عمله، فرثاه إلي أبو ماضي قائلا: مضى الذي كان في البلوى يعزينا، وكان يحيي إذا ماتت أمانينا، ويسكب السحر أنغاما ويسقينا، إلى آخره. كتب الكثير عن خليل جبران، وقد تجلى بوضوح أن أكثر كتبه تأثيرا هو كتاب النبي الذي ترجم على الأقل 23 لغة في أنحاء العالم، وصار محبوبا جدا في ستينات القرن الماضي. وهكذا أصبح جبران ملك الجميع إلا أهله السوريين، كأن ليس له بالعروبة صلة البتة، إلى أن ترجمت واحدة من أقواله وهي مأثرة، قالها بمنتدى كهذا عام 1911 يدعى الحلقات الذهبية، وكان بالفعل سوري قومي عربي، كان يدعو نفسه كذلك، ولكن لم نوفيه حقه البتة. قال لي أصحابه في الحلقات الذهبية: الجمعيات يا سادتي تبين أخلاق الرجل وقدره مثلما تعكس المرآة الأشباح التي تنصب أمامها،
وأنا من القائلين بأن ارتقاء كل أمة وكل جامعة متعلق بأفرادها، فالفرد الواحد هو المكفل بسعادة أو شقاء المحيط الذي يعيش فيه. إن الفرد الواحد يستطيع أن يؤثر على أمته وبلاده تأثيرا حسنا أو تأثيرا سيئا على قدر ما وهبه الله من الفضائل وأعطاه إياه الشيطان من الشرور. وقال أيضا: أما اتكال السوريين على حكومتهم المحلية ألا أو على دولتهم الدستورية فهو نوع من الجنون، بل هو الحماقة بعينها. ولا أعزو هذا الاتكال الأعمى إلى غير قوة الاستمرار التي تحيط عادة بأرواح الضعفاء المترددين. ولم يكن له أي شك أن الدولة العثمانية على وشك الانهيار، وحتى قومه على النهوض والاتكال على أنفسهم. وهذا درس طبعاً لا يزال شائعاً. ومرت السنين وتوالت الكوارث، فرفع أبو ماضي نداء إلى بني قومه يقول في الخمائل، وقد أحضرت بعض الكتب لأقرأ منها مباشرة. هذا كتاب الخمائل صدر عام 1940 بعد وعد بلفور. لم يكون المهاجرين غير معترفين بالموضوع، فقال في فلسطين: ديار السلام وأرض الهنا يشق على الكل أن تحزنا. فخطبوا فلسطين خطب العلا، وما كان رزق العلا هينا، سهرنا له فكأن السيوف تحز بأكبادنا ها هنا. وعن بلفور بالذات يقول: وجادوا عن أهله في البلاد، وجادوا بكل الذي عندهم، ونحن سنبذل ما عندنا. فقل لليهود وأشياعهم: لقد خدعتكم بروق المنى، ألا ليت بلفور أعطاكم بلادا له لا بلادا لنا. فلندن أرحب من قدسنا، وأنتم أحب إلى لندن، ومناكم وطنا في النجوم، فلا عربي بتلك الدنا. أيسلب قومكم رشدهم، ويدعوه قومكم محسنا، ويدفع للموت بالأبرياء، ويحسبه معشرا دينا. نصحناكم فرعنوا وانبذوا، بالفور ذياك الأرعن، وأما أبيتم فأوصيكم بأن تحملوا معكم الأكفنا، فإنا سنجعل من أرضنا لنا وطنا ولكم مدفنا. ونفذت إنجلترا وفرنسا طبعاً خطة سايكس بيكو التي تعرفونها جيداً، وأقصي فيصل إلى العراق حيث نصب أمريكان فيما بعد من قبل الإنجليز، وكانت معركة ميسلون نهاية حكمه. ثم اشتعلت الثورة السورية الكبرى، وهب الوطنيون في ديترويت بالذات وفي هالين بارك ومدينة فلينت ميشيغان للدفاع عن سوريا كلها، وأسسوا حزب سوريا الجديدة. على رأسهم كان أمين فرح، وشاعر اسمه عباس أبو شقر، شخص جرزي من سوريا. ولأبي شقرة مآثر كثيرة. دعوني أختم هذه الكلمة. اشتعلت ذروة هذه المصاعب، هب الفلسطينيون على رأسهم عز الدين القسام عام 1936 عندما هبت الثورة الفلسطينية والإضراب العام الذي دام 11 شهراً، وجاء أمين الريحاني لكي يستهب مشاعر أهله إلى مدينة فلنت، وأكملت هذه الجمعية مشوار الوطنيين العرب في هذه البلاد ما بين عام 1936 و 1939. وكان، وأختم بهذه المقولة، أن كان في لب أو في قلب كل هذه الأعمال شعراء ومحررو جرائد وكتاب الذي كانوا يستقطبون آمال شعبهم ومشاعرهم كليا. وشكرا. في بعض الأسئلة تفضل يا أخي. تفضل. مين حبيبي؟ قرأت في أحد المقالات البروفيسور الجزائري محمد صالح بن عمر، إنه أول من أسس
أسسه الرابطة القلمية في عام 1920 هو جبران خليل جبران، وليس كما تفضلت كما جاء في المقالة المذكورة. مصدري هو مجلة الفنون بحد ذاتها عام 1917، وأسست أول ما أسست الرابطة القلمية هو بالفعل مع كل احترامي لما صدر من كتب كان عام 1916، وما لا يعلمه الكثير من الناس أن جبران وأمين الريحاني كانوا أول من أسسوا هذه هذا المنتدى، ولكنها احتجبت خلال الحرب العالمية وظهرت بعد ذلك 1920. شكراً على الجهد. أحب أضيف شغلتين ضوء عليهم، إنه مقولة العربي الأمريكي الصيغة استعملت سنة 70 قبل منها ما كانت تستعمل إطلاق، كانوا يقولوا العرب في أمريكا، واللي استعملها وقت ما عملوا الـ ADC أسسوها إدمون جيمس أبو رازق. من يومتها صار اصطلاح العرب الأمريكي بناء على كان في كل الأقليات هون نجحت بعد ما أخذوا الحقوق المدنية، صاروا يقولوا الأسبان الأمريكيين الأفريقيين الأمريكيين، وعلى أساسها تم اعتماد العرب الأمريكي. يعني أول واحد أطلق جيمس أبو رازق. الشغلة الثانية بتقولها إنه الرابطة القلمية أو أهمية الموضوع كله بتتلخص بشغلة، إنه هودي العشرة أو الستاعش اللي هم أعضاء الرابطة القلمية أو 20 منهم كان لهم أثر بليغ على اللغة العربية، وهذه شغلة ما صارت قبل المرة، إنه مجموعة من الأدباء بيكونوا موجودين بأرض ما بتتكلم عربي بالمرة، بيكون لهم أثر على اللغة العربية بالعالم العربي، لأنه اللي أحياها للغة العربية بالعالم العربي هن الموارنة إذا صح التعبير أو المسيحيين اللبنانيين أو السوريين. بالنسبة للسؤال الأخ مضبوط، الرابطة القلمية تأسست في مرتين، أول مرة سنة 16، ثاني مرة وقت إجا ميخائيل نعيمي من سياتل على نيويورك وعاد أسس الرابطة القلمية، وكانت مهمتها إضافة إلى اجتماعاتهم ليشربوا، لأن كانوا كلهم يجتمعوا ليشربوا ويتناقشوا لأصغروا إنهم يحكوا مع الناشرين، لأنه هؤلاء كانوا بيعيشوا من كتاباته، كانوا الناشرين أصحاب المجلات ما يعطوا مصاري يكفي بذلك. شكراً على كل حال الموضوع. شكراً لك. يمكن نقدر نكمل الحديث فيما بعد، ولكن بالنسبة للهوية العربية الأمريكية هنا في هذا المتحف الحائط تقول أنها ولدت بعد عام 1967 مع تأسيس رابطة خريجي الجامعات العرب الأمريكان، وأنا لا أشاركهم بالرأي، ولكن لم يسعفني الوقت لكي أوصف بشكل مفصل أين وكيف ولدت الهوية العربية الأمريكية أو لاقت صدى بين العرب الأمريكان، وكان هذا في مدينة فلينت ميشيغان عام 1939، ولدي البرهان في ذلك. هذا أقرب ما جئت إلى لحظة ولادة الهوية العربية الأمريكية، والأمر يحتاج إلى شرح ليس لنا وقت لنفيه حقه. محوره أنهم كانوا كبقية المهاجرين الذين جاءوا من أوروبا الجنوبية والشرقية. ما حصل أنهم قبيل بدء الحرب العالمية الثانية كانوا في هذه البلاد ثلاثة أجيال، وأصبحوا من أهل هذه البلاد، حاربوا بالحرب العالمية الأولى والثانية وانضموا إلى مؤسسات وما إلى ذلك وأصبحوا أمريكان، ولكن هذه البلاد أصبحت على بموقف قد سمح لها بقبول هؤلاء المهاجرين الذين كانوا ليس مرغوب بهم البتة، فأصبح باستطاعتهم أن يكونوا بولنديين أمريكان وعرب أمريكان. نتيجة نضال استمر في سبيل الحقوق المدنية نجحوا فيها في 64 وقت أخذوا الحقوق المدنية على أساسها صار يطلق
أدب المرأة الأدب النسوي مثلا صاروا يعترفوا بأن النسوان عندهم أدب، صاروا يعترفوا بأن الأسبان موجودين كأقلية، وكان الأسبان حركة شيكانو وفرضت البيلينجول بالمدارس. العرب الأمريكان يعني إجوا مثل عجريرة الروارد وبيشربوا العلاج. أنت كان يعني. مختلف كليا. أنا أتكلم عن عام 1939، وهذا فصل من تاريخ العرب الأمريكان في هذه البلاد لا يمكننا أن نتناساه ولا لحظة واحدة، لأن في ذلك الوقت أصبحت الهوية العربية هي شاملة، كان أرابيزم أراب ناشناليزم، وحياة المهاجرين في هذه البلاد على مختلف أديانهم ومذاهبهم وانتماءاتهم الوطنية انضموا إلى هذه العروبة، وهذا هذان التاريخان مختلفان. والسبب خلافنا إذا كان هناك خلاف هو الحد من الهجرة الذي استمر من عام 1924 حتى عام 1965، فانقسم تاريخنا إلى قسمين. أنا يهمني في هذا الكتاب أن أوفي القسم الأول حقه الكافي.